صباح الخير عليكم، صباحكم مزيان. بيان سو غادي تعرفوا غير منين نتصاور اللي شفتو دابا، وحتى من العنوان غادي تعرفوا انه جني اليوم. اليوم غادي نجنيو ان شاء الله، واكيد قبل ما نبداو الجني كتكون واحد الاستعدادات قبل كنكونوا واجدين للجني. من بين هذه الاستعدادات هذه كنغسلوا الصنادق، نغسلوهم مزيان بحيث فيهم غادي دار السلعه. باش دار فيهم السلعه خاصهم يكونوا نقيين. دابا الدراري كيغسلوا لينا الصنادق قبل ما نبداو الجني على الطريقه هذه. الخدامة جايين خاصنا نغسلو البلاصة فين غادي نهزو الصنادق باش يتهزو نقيين، حيت السلعة هادي خاصها تكون نقية. غادي نغسلو البلاصة فين غنهزو الصنادق ونجروها بالتراكتور. هكا كيغسلوها الدراري. التراكتور جا لينا باش يجر لينا هذيك العربه اللي غنديوها للتيغا باش نفرقوها على الخدامه. خدامة جاو. والتراكتور هو غادي لينا للتيران باش يفرق لينا الصنادق على الخدام. يوم مغاير شوية على الأيام العادية للخدامة لأنه غادي يكون يوم الجني. هما دابا بداو الجني. الا شفنا عن قرب هكا كيجنيو الخدامه، كل وحده وطريقتها والطريقه اللي غترتاح فيها. هذا لو باترون ديال اسيتاريا كيوريهم كيفاش يجنيو، يعني كيخدم بيدو وكيوقف على شغلو بيدو وكيوري الخدامه كيفاش يجنيو وكيفاش يستفو الصنادق. قال لهم الباترون ان الصندوق خاصها تكون فيه 12 كيلو. هكا كيعبروا كيشوفوا واش فيه 12 كيلو ولا لا باش يكون واجد. هذا فيه 12 كيلو. We'll be right back.
كل شيء كيزرب وكل شيء داير في جهده اللي في جهده باش ما تجيش الشتاء الجو مغمم والجو ديال الشتاء. الخدام راهم في العمل وتبارك الله عليهم داروا على شي قدو. الجو مغمم وبين ما وصلت العشية الخدامة تقريبا ضربوا تيران كامل. البنات كيجنيو والولاد كيهزوا الصنادق اللي عامرهم بالسلعة باش يديوهم للتراكتور باش نديوهم للمغازا. كتوصل لينا السلعه لوزين ضروري ما نغسلوها لحقاش دابا الجو فيه الجو الشتوي والغيس وضروري كتوسخ ضروري نغسلوها قبل ما هكا كنغسلوها. وهذا الماء اللي كنغسلو به هذه الصالاد هذه الماء اللي كتشوفوا دابا كيكون ديجا درنا له لي زاناليز باش يكون صالح للاستعمال وصالح نغسلو به شلاضة. كتلاحظوا اننا درنا واحد البلاستيكات من الفوق سدينا عليهم يعني انهم واجدين هكا كتكون الباليطه واجده وهكا كنكونوا سالينا النهار ديالنا. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا ودوزتوا النهار معنا مزيان ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur like et n'oubliez pas d'abonner.